لو كده. رجع فيكي الزمن ايوه لورا، ماشي. هتقدمي نفس المشاهد الجريئة ولا هترفضي؟ دلوقتي لما تسألني هقولك لا، هرفض. هرفض، انما لو رجعتي زمان هقول لك اه، لان كنت بعملها وانا مقتنعه بيها. زمان كنا بننزل وبنسوق عربياتنا واحنا لابسين بالبروتال وكده ومفتوح، ما فيش لحد بيبص ولا حد بيتكلم ولا حاجه خالص. دلوقتي لا. بيضايق حضرتك لما تعملي سيرش على اسمك ويطلع قبلات سهير رمزي، مشاهد جريئة اه سهير عارفه رمزي؟ ليه؟ لان يعني انت بتستفيد بايه لما بتكتب كده، او بتستفيد بايه لما تقول ده دلوقتي؟ لو في ايد حضرتك دلوقتي يعني ماديا او سلطه انك ممكن تمحي كل التاريخ ده من على اليوتيوب او السوشيال ميديا تحديدا، تعملي كده؟ لا.